بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثاني الاعدادي، يلا نبدا مع بعض ونكمل منهج السمارت يونت 4 تكنولوجي بارت 2. شباب، اخر حاجه كنا واخدينها ان احنا اخدنا التشويس الاختيارات، دلوقتي هنبدا مع بعض بسؤال الري رايت. افتكر كده معايا، سؤال الري رايت عباره عن ايه؟ بيجيب لي كلمه بره الجمله وعايزني احط الكلمه جوه الجمله بحيث تديني نفس المعنى. نفس المعنى اللي هو عايزه يا شباب، بيديني امر لازم ان انفذه. نمبر 1، شادي هاز ستايد ان جابان فور 2 ويكس. شادي هاز ستايد يعني قعد في اليابان فور 2 ويكس، لمده اسبوعين. وبيقول لي اسك ا كويتشن، اسك ا كويتشن، اسال سؤال. اوعى تنسى اني قلت لك قبل كده هاو لونج كام المده والاجابه بفور والمده. هاو لونج كام المده والاجابه بفور والمده. اول ما بشوف كلمه فور لازم اعمل السؤال بكلمه ايه يا شباب؟ هاو لونج، كام المده. وبعد ما بكتب هاو لونج اكمل سؤال ازاي؟ افتكر برضو كلامي، عند السؤال اعملها مقص، عند السؤال اعملها مقص. يبقى هاو لونج هاز شادي ستايد ان جابان، هاو لونج هاز شادي ستايد ان جابان. وفي خطا شائع عند الطلبه، لما بيكتب هاو لونج هاز شادي بيشيل الاي دي من ستايد. لا يا شباب، الفعل زي ما هو في التصريف الثالث، انا برجع الفعل في المصدر في حاله لو كان الفعل المساعد دو او داز او ديد بس. يبقى هاو لونج هاز شادي ستايد ان جابان، وده كان اول سؤال. تاني سؤال ركز فيه يا شباب، شي يوجوالي، وده السؤال اللي اتكرر علينا جديد في الاساسي. يجيب لي ما بين قوسين كده كلمه وبيقول لك حطها في الفورم الصح، حطها في التكوين الصح بتاعها. شي يوجوالي درينك تي فور بريكفاست. اكيد كلمه درينك دي فيها حاجه غلط، هو عايز الكلمه نفسها بس تصرفها صح. يوجوالي من علامات زمن الايه يا شباب؟ مضارع بسيط. يبقى شي يوجوالي درينك، لا درينكس. She usually drinks tea، هي عادة بتشرب شاي for breakfast على الفطار. But today، ولكن النهاردة she have coffee. ايه ده؟ كلمة today بتدل على زمن ايه؟ مضارع مستمر، يعني am و is و are والفعل في ing. يبقى but today she is having coffee. She is having coffee. طبعا كلمة coffee ناقصها حرف الاي. Number 3. Have you ever been to New York? Have you ever been to New York? بيقول لك جاوب. يا شباب، سؤال يبدأ بالهاف يبدأ بالهاز، نجاوب عليه yes أو no. طبعا هعمل yes واروح اعمل كروس مقص، يبقى yes I have. عايز تجاوب بكلمة شور، كل كلامك صح. Number 4. While بينما أو أثناء. شادي was studying، شادي كان بيذاكر. اكمل كومبليت، وهو كان بيذاكر ايه اللي حصل؟ حدثين قطعوا بعض. كنت بذاكر، ايه اللي خلاني اخلص مذاكره؟ في حاجه ثانيه جت قطعتها، اللي هي ايه يا شباب؟ The light went out، The light went out، النور اتقطع، went out اللي هي go out، معناه ان النور خلاص راح، النور الكهرباء راحت. The light بخليها في التصريف الثاني عشان بعد while تربط بين جملتين. الجملة اللي بعد while على طول ماضي مستمر، was اور والفعل فيه ing. الجملة التانية تبقى ماضي بسيط بس simple، يعني التصريف التاني the light went out. ونكمل مع بعض، نكمل مع بعض سؤال الباسج. القطعة عند شباب بتتكلم عن التكنولوجي. شباب تقريبا الايام اللي احنا فيها دي الامتحانات اكتر حاجة متوقعة في الباراجراف التكنولوجي. تكنولوجي بقى بأي فورم من أشكال التكنولوجي، يجيلك موبايل، يجيلك انترنت، يجيلك الروبوت، كل حاجة عن التكنولوجي متوقعة الأيام دي. إحنا في عصر التكنولوجيا، نو دعوة بتكنولوجي، يعني مما لا شك التكنولوجيا بقت great factor on the way out of civilization. يعني المهم بيتكلم عن التكنولوجيا اللي هي بتبني الحضارات دلوقتي.
شباب القطعة قدامك ايه؟ لازم تقراها. وزي ما مستر محمد ابراهيم قال لك ايه؟ قال لك معاك قلمك واعمل دوائر واعمل مثلثات واعمل مربعات على الكلمات المهمة في القطعة. وخلي بالك انا بحب ازود كلامه واقول ان القطعة بالنسبة لك ديكشنري باراجراف، مخزن كلمات ومخزن جمل للباراجراف. لازم تقرا القطعة كويس، وبعد ما تقراها تقرا الاسئلة وتشوف الاسئلة بتتكلم عن ايه وتحاول تطلع الاجابات ان شاء الله من القطعة. طبعا القطعة بالنسبة لك عليها هوم ورك، وان شاء الله هننزل الاجابات بتاعتها. سؤال كومبليت اكل. عشان تحلي سؤال كومبليت يا شباب لازم تترجم الكلمات اللي فوق. Amazing معناها مدهش او حاجة بتخليك سعيد. Come on معناها شائع او متوفر. Impact معناها ضغط او تأثير. Occurred معناها يحدث. تعال نبص اول واحدة. Surprising مندهش او دهشة. And makes you feel pleasure وتجعلك يعني تشعر بالسعادة البليجر. يبقى ايه يا شباب؟ أكيد amazing. Number two. Found in large number. موجود في عدد كبير يبقى شائع. Common. Number three. Effect. كلمة effect من و influence. Effect influence الاتنين معناهم تأثير، يبقى أكيد الإجابة impact. طيب بالنسبة لآخر سؤال، سؤال paragraph. Write a paragraph طبعا مش five sentence. هيبقى 90 word 90 كلمة about technology. عود نفسك لما تيجي تكتب الباراجراف مقدمة بسيطة سطر مش أكتر، نهاية برضو بسيطة سطر مش أكتر. أقدر أتكلم عن التكنولوجي في أول الباراجراف وأقول technology is very essential nowadays، وكلمة essential معناها ضروري. يبقى technology is very essential nowadays، التكنولوجيا تكون مهمة هذه الأيام. مادام كده اتكلمت على التكنولوجيا عود نفسك بقى ايه تبع التكنولوجيا في حياتنا اليوميه بستخدمه وهقدر اكتب منه كتير. اكيد الموبايل، اكيد هتكلم عن الانترنت. واشهر جمله على الانترنت اقدر اقول the internet makes the world a small village، يعني الانترنت تخلى العالم قريه صغيره. وابدا اتكلم عن السوشيال ميديا، تفرع جوه الباراجراف كده، اقعد اتفرع في مواضيع كتير، هتكتب جمل كتير قوي يا شباب. عود نفسك الباراجراف بيبدا بكابيتال لتر، وطبعا مستر محمد عمل حصه كامله عن الباراجراف ارجو ان الناس تسمعها. شباب تعالى مع بعض نشوف الاجابات. ورجعنا لكم مع بعض ويلا بينا نشوف اجابات الريلايت. شباب اول سؤال كان الاجابه بكلمه هاو لونج كام المده والاجابه فور والمده. هاو لونج كام المده والاجابه فور والمده. هاو لونج وبروح عامل كروس مقص. هاو لونج هاز شادي ستايد. اوعى خلي بالك الاي دي زي ما هي. هاو لونج هاز شادي ستايد ان جابان. هاو لونج هاز شادي ستايد ان جابان. نمبر 2 قلنا كلمه يوجوالي لازم احط للفعل اس يبقى درينكس. وتاني واحده قلنا از هافينج لوجود كلمه تدي، وكلمه تدي يا شباب بتدل على زمن المضارع المستمر، يعني ام واز وار والفعل فيه اي ان جي. نمبر 3 قلنا yes I have ولو عايز تكتب sure صح. نمبر 4 قلنا what نمبر 4 while Shady was studying. Shady can be ذاكر. The light went out النور اتقطع. طبعا اسئله الكومبليت اول اجابه كانت amazing common impact. وبكده يا شباب هنكون خلصنا مع بعض يونت 4. ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هنبدا مع بعض شرح المنهج ونراجع كل المنهج من اوله. جود باي. We'll be right back.